السلام عليكم الاخوان. انا عندي ولدي محمد امين الحره، مده السنين هذه لا قرايه لا والو، كناشد المسؤولين ديال البلاد. ولدي ضايع مده السنين هذه، عنده تاخر ديني، ما كاين لا قرايه لا والو. مشيت عند الولايه، مشيت عند المسؤولين كبار، ما كاين حتى شي حاجه. مشيت للنيابه، ما كاين حتى شي حاجه. خوتي اللهم هذا منكر، هذه البلاد هذه ما عرفتش شنو نديروا في هذه الحل. هذا الا ما نمشيو لعندهم ما كاين حتى شي حاجه. كعاطينا على الجمعيات ما داروا معنا والو. وانا جيت انا ولدي باش ندير هجره سريه، حتى الله واد عندي ثاني من عايلول انا ما نسمع نعمل الحلول. كنمشي للنيابه، مشيت لوزاره الصحه، مشيت للجميع المسؤولين، حتى واحد ما غادير معايا الحل. عطيني الجمعيات كيطلبوا فلوس بزاف، وانا واحد الراجل درويش. علاش باغي تدخل انت ولدك للسبيطار؟ عند بابا يجي يقرا ويتعلم. وهذا ولدي مدته عنده 12 سنه، 12 سنه هو في العمر ديالو، وعايدي لا زاد من فوق هذا العيل عايدي. يبقى هنا يعايدي في هذه البلاد الارض الثانيه. عايدي دابا هذه البلاد ما كاينه والو، ولا حتى الله واد. هذا الشيء اللي اخوتي، هذا المنكر هذا. انا كناشد محمد السادس يشوف لي حقي من هاد المسؤولين هادو، ولا حتى الله واد الخوت. فهمتي محمد السادس هو اول واحد. علاش؟ لان انا بني ولدي 12 سنه الاخوان، هذا الشيء اللي عطى الله. الدري دابا ولدي انت كتشوفه 12 عام عنده ضايع. مشيت للولايه، مشيت للمسؤولين، مشيت لعند محمد، عندي المسؤولين ديال البلاد كاملين، ما كاين حتى شي حاجه. وزاره الصحه حتى حاجه ما داروا معايا. ودابا الله يرحم والدين، انا هذا النداء لا وصل لعند المسؤولين، يشوفوا محل هذا الوليد هذا. خصنا القرايه ديالو، خصنا الترويض ديالو، الطبيب ديالو. هادشي اللي كنطلب، هادشي اللي كنطلب. واش ماشي حقنا في الدستور في القرايه ديال ولادنا يضيعوا؟ راه حشومه هادشي، هذا راه عيب. لا وصلوا حتى لهذا المستوى هذا. اللهم هذا منكر. شوفوا هذا الحل هذا الاخوان، هذا اللي عطى الله هو هذا المسؤول. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.